افتتح في محافظة الإسكندرية أول شاطئ للمكفوفين على مستوى الجمهورية بعد تخصيص مساحة له بشاطئ لذوي الهمم بالمنظرة. أوضح محافظ الإسكندرية أن الافتتاح يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوي الهمم، كما يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها محافظة الإسكندرية من أجل توفير أفضل الخدمات لذوي الهمم تحقيقا لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. من هذا ان احنا كل اولادنا مكفوف البصر او ضعاف البصر بينزلوا البحر ويستمتعوا بعيدا عن اسرهم شايفاهم من بعيد، مش محتاجين حد يبقى موجود معاهم او حد يصطحبهم لغايه الميه. فكره جديده، فكره رائعه. خليني اقول لك ان احنا النهارده مع جمعيه رعايه مكفوف البصر من الاسكندريه، ولكن بنوجه الدعوه لكل الجمعيات المهتمه بكفيف البصر على مستوى الجمهوريه يشرفونا في شاطئ المجانب الاسكندريه خلال